السلام عليكم، لكم فقرة بالكمبيوتينج Lecture 5 Part 3 Modern VFSM Diagram Extended and Advanced Designs Vending Machine Controller. يقلنا السؤال أنه هذا الفكر shows the top level diagram of a simplified controller for a vending machine that sells candy bar for 25 cents. فعدنا الـ vending machine اللي تبيع الكاندي. The input is اللي عندنا النيكل ان، الدايم ان، كوارتر ان اللي هي هاي أرقام العملات 5 و10 و25. راح تكون كذلك indicated the type of coins اللي هي that was disposed. عندنا كذلك الكلوك والريست، حتى مع كل كلوك مثلا انه تعطينا القيمة ريست في حال رجع الى الستيت زيرو او انه ما اكو اي شيء. كذلك to which the circuit responds with the outputs. عندنا كذلك الاوتبوت اشنو هو الكاندي اوت. كذلك عندنا بالإضافة إلى الكاندي اللي إحنا رح نشتري رح تطلع لنا كأوتبوت، ممكن يكون عندنا تشينج إنه إحنا طعينا مثلاً مبلغ واشترينا في الأيتم بأقل من هذا المبلغ اللي إحنا طعيناه، فأكيد رح يرجع لنا الباقي، رح يكون عندنا نيكل أوت والدايم أوت. أوكي، هذا طرف الإنبوت وهذا طرف الأوتبوت. كمطلوب إيش يريد مننا؟ design this circuit using the FSM approach. وكذلك estimate the number of flip flop that will be required to store the value of states. فعندنا هاي الـ vending machine هي top level diagram، طعانا طرف الـ input وطرف الـ output، فرح نجي نشوف إيش أول مطلب اللي هو طلبه إنه نحقق أو نرسم الـ FSM diagram. فكما حكى سابقا هذا الـ digital controller are good examples of circuits that can be efficiently implemented using الـ إيش؟ الـ FSM approach. عندنا هاي الستيتات اللي قسم عليها السؤال مالتنا إلى 10 ستيت. ستيت 0 5، طبعا على أرقام المبلغ. 0 إنه ما يكون عندنا أي مبلغ. 5 إنه معناته دخل أول الكوين اللي هي سعره 5، أوكي، أو إنه المبلغ 5. الكوين اللي 10 مثلا، فستيت للعشرة. ستيت للخمستاعش في حال دخل 5 و10 فراح يصير 15. عندنا كذلك 20 25، وستيتات كذلك 30 35 40 45. فهاي العشرة ستيت اللي هي التوتال اماونت اوف كريدت، وفقط عندنا راح يكون النيكل والدايمز والكوارتر اللي هي راح تكون كمبلغ تتدخل على هاي المشين او الفندنج مشين مالتنا انه ينقبل. اوكي، كذلك ايش عندنا حتى بس يبسط الفكره مال الاف اس ام، انه اختصر فكره النيكل ان والدايم ان الى اخره الى انه اول حرف مع ان. اوكي، ف ان اي اللي هي نيكل ان، دي اي هي الدايم ان، ال كيو اي اللي هي كوارتر ان. كذلك كاوتبوت عندنا النيكل اوت ان او، والدي اوت او الدايم اوت اللي هي دي او، وكذلك عندنا السي او اللي هي الكاندي اوت اللي هي المنتج. اوكي، كذلك عقلنا انه الستيتات يعني حسب فكرة هذا السؤال او هذا المثال انه عنده بالستيت 25 و30 و35 راح يكون كاندي بار اس انه راح يكون يساوي 1، معناته انه انا عندي المنتجات اللي موفرتها بهذا هاي الفندنج ماشين مالتي، بس سعر المنتجات اما 25 اما 35 اما 30. اوكي، يعني ممكن انا مثلا اشتري بال 45 او ال 40، لكن كفكرة انه بس ضمن حدود هذا السؤال انه المنتجات اللي بيعها كل الايتمز الموجودة بهاي المشين مالتي سعرها يا اما 25 يا اما 30 اما 35 فقط. فبداية انا راح اكون بالستيت زيرو، كاوتوز ما عندي اي شيء، وكفلوس همين الفيندينج مشين ما بيها اي شيء. فممكن نحط انه اشارة الريسيت هي راح تكون على هاي الستيت. انا اريد مثلا نعمل ريستارت لل او ريسيت للفيندنج ماشين مالتي للقيم عندها، فراح تكون ترجع على ستيت زيرو. طيب انا بستيت زيرو وجاء احد الاشخاص طعى النيكل اللي هي 5. اوكي، فهاي الخمسة راح تنقلني الى الستيت 5، وبالتالي انا كذلك مثل ما حكينا بالسؤال انه انا ما عندي اي منتج بهاي الفيندنج ماشين اشتريه بخمسة. اوكي، خلينا نقول مثلا 5 دينار، فبالتالي راح يكون كذلك الكاندي اوت يساوي 0. ممكن انا بعد ما ادخل الخمسة، اوكي، اقوم ادخل مثلا 5 تله فراح اصير 10، او راح ادخل منه راح ادخل 10 فاصير 15، او ادخل 25 فراح اصير بالستيت 30. كل حول مثل ما قلنا اي قيمة لل مثلا المال اللي انا دخلته ما دام ما حيكون 25 دينار مثلا او 35 او 30، معناته انا ما عندي منتج، فكل الكاندي اوت رح يساوي 0.
طيب انا بالبداية بستيت 0 ودخلته مثلا رأسا 10 فراح اروح لستيت 10، او دخلته ايش 25 فراح اروح فورا الى ستيت 25. كذلك من كل ستيت هم راح اراقب نفس الحالة، يعني اذا انا مثلا كنت بستيت 10 ورجعت ودخلته 5 اكيد راح يعبر على 15، اذا دخلته 10 راح يعبر على 20، اذا دخلته 25 راح يعبر على 35، وهكذا نفس الحالة. اوكي كذلك بالنسبه لطرف الاوتبوت، انا مو وين راح يطلع لي اوتبوت، قلنا فقط من حاله اللي ايش تكون هي 25 فما فوق، يعني من 25 وصلت الى سعر اقل منتج انا توفره هاي الفندنج ماشين، بالتالي الكاندي اوت ممكن يكون 1 بعد ما انا اختار الايتم اللي انا اريده راح يطلع لي على الاوتبوت. اوكي بالتالي راح يصير نرجع على ستيت 0 انه خلص انا المال اللي دخلته استهلكته، فراح نرجع الى وكانه الرصيد يساوي صفر عندي بهاي المشين. طيب كذلك انا ايش عندي، قلنا بالثلاثين كذلك راح يكون عندي الاوتبوت يساوي 1، فممكن انه يكون عندي كاندي اوت، وممكن يكون عندي مثلا انه ارجع 5 اوكي، او فد ارجع انه تشينج باقي حسب الايتم، لان انا يجوز بستيت 30 اشتري الايتم اللي حقه 30 دينار، او يجوز اشتري انا بستيت 30 يعني انا كنت دخلته 5 ثم 25 واشتريته ايتم هو حقه 25، بالتالي اكيد انا الان اوت اللي هو النيكل اوت اللي هو الخمسة دينار الباقيه انا ما استهلكته فراح ارجع، او انا اكون اشتريته ايتم حقه 30 فبالتالي بس راح اطلع له الكاندي اوت راح ارجع على ستيت 0. كذلك بحاله 35 انه ستيت 35 اوكي انا مدخله فد مبلغ معين، سواء دخلته مثلا 25 ومن ثم مثلا 10 دخلته 10 ومن ثم مثلا على خمسات الى اخره، المهم الفكره اوكي. انا المهم نجمع صار عندي رصيد 35 دينار اشتريته المنتج، اكو عندي منتج بالماشين حقه 35 دينار، ممكن انا اشتريه وخلاص انه صرفته هذا المال اللي عندي فبس راح يطلع لي كاندي اوت، ممكن لا انا ابو 35 واشتريته المنتج مثلا اللي سعره ابو 30 او اللي سعره ابو 25 فبالتاكيد اكو باقي راح يرجعني. نفس الحال لما اكون مثلا بالستيت 40 او ستيت 45 اوكي، ما راح يكون عندي منتج بالبدايه راح انه يرجع لي باقي اوكي، واللي راح يرجع باعتبار على هاي الستيت اللي هي 35 مثلا، اما راح يرجع يعني ينقص 5 فيرجع ل 35، او يكون بال 45 راح يرجع 10 دينار فراح يرجع ل 35، فبالتالي راح يكون عندي منتج اوكي. في حال كان كذلك اكو باقي راح يرجع، والا انه انا فقط راح اخذ المنتج مالتي. فهسا بس حصر انا بهذا السؤال بهاي المعطيات اللي هو طبعا هي هذا الاف اس ام شغال، هذا الفكره شغاله اوكي، ممكن انه نضيف افكار اخرى فراح يتغير بالدايجرام مالتنا، ممكن المطالب الى اخره الانبوت والاوتبوت كلها ممكن تتغير اوكي. فهسا كمطلب اول انه طلب مني ارسم الاف اس ام لهذا السيستم اللي كنت عانيه، فهذا هو حل المطلب الاول. المطلب الثاني قال لي اني كم فليب فلوب تحتاجين حتى تخزنين الحالات مال استيت، انا قلت انه بدي اعمل 10 استيت اوكي، او ممكن هو يكون بالسؤال طلب مني انه اعملي لي حد مثلا انه كقيمه من المال هو 45 فبالتالي 10 استيت مثلا يكون كان حددني، او كنت عاني هي هاي اسماء الاستيت مالتك وانت بنشر اسمي ف10 استيت، فانا حاجه اقول 10 استيت اكيد انا التخزين مالتي كان نمبر اوف بيتس، ف لوك 2 للعشرة كم بت احتاج، باعتبار احنا دائما كنا نقول مثلا مثلا اريد امثل رقم فهذا النمبر اوف بيت يمثله 2 لوك 2 ف 2 الاس اوكي، وعندي هذا الرقم اللي انا اريد امثله فعقلي 10 ستيت فبالتالي هون 10 ف 2 الاس ايش قد راح يساوي 10 اوكي، انا عندي 2 الاس 3 يساوي 8 هاي قليله ما تكفي، و2 الاس 4 تمثل 16 فهاي انه اوكي تمام. فهي فكرة ممكن اخذها لوك 2 للعشرة يساوي 4 بت، او 2 للأس 4 رح يساوي لي 16 اللي هو ممكن انه اكو شيء زيادة عندي، بس المهم انا اقدر امثل العشرة استيت اللي عندي، فبالتالي انا احتاج 4 من الفليب فلوب حتى اخزن هاي القيمة من كل استيت اللي هي 4 بتات اوكي، لان انا عندي 10 استيتات، 10 استيتات اقدر امثلهم هاي القيمة اللي هي 10 اوكي كديسيمال اقدر امثلها ب 4 بت، ورح يبقى عندي زيادة، المهم ما أجيب شيء أقل من أنه يمثل لي الشيء اللي أنا أريده، فهو 10 ستيت خلص معناته 4 بتات، معناته أنا محتاجة 4 فليب فلوب حتى تخزن هاي القيمة، لأن عارف كل فليب فلوب يخزنني بت واحد فقط تمام. فأنا قلنا عندها 10 ستيتات هاي التسميات مالتهم 0-5-10 على أساس المبلغ اللي بيها إلى 45، كديسيمال هي ستيت 0 ستيت 1 إلى ستيت 9 10 ستيتات، فبالتالي رح نمثلها كباينري كأربعة بت هي صفر 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 وصفر ثلاث صفار واحد صفرين واحد صفر وهكذا إلى حد واحد صفر صفر واحد، وبالتالي هاي القيمة اللي رح نعطيها لكل statement.
واللي هي راح تخزن بالفلوب فلوب. كم فلوب فلوب؟ 4 على أي أساس؟ يعني عندنا 4 بتات. ليش 4 بتات؟ يعني أنا عندي 10 ستيتات لازم أمثلهم أو أخزنهم بي أو أمثلهم كقيمة من البيتس، أوكي؟ فمحتاجة 4، فبالتالي 4 فلوب فلوب. إحنا ننتقل هسه للفي إتش دي إل كود. كل ما أقرأ شيء وأعلم عليه بالأصوات، هذا معناته إنه شيء ثابت بالبرنامج. فعندنا بداية اللايبرري IEEE use IEEE STD logic 1164.all. هاي عرفت المكتبات البرمجية. عندي عارف الانتيتي اللي هي الانبوت والاوتبوت اللي عندي بالسيستم مالتي. الاسم اكيد اوبشنال، فسميناه vending machine s. راح يكون عندي البورتس، من هي قلنا الكلوك والريست، هاي تعتبر كانبوت، ومن نوع std logic حتى اعمل ريست ارجع على الستيت 0. والكلوك اكيد مع كل كلوك مثلا انا اطلع الاوتبوت مالتي. عندنا كذلك من الانبوت ايش عندنا؟ النيكل اللي هي 5 و10 و25 هي يعتبرون كانبوت ومن نوع البوليان. هني بس ك يعني بس كهذا المثال على شكل بسيط انه اعتبرناها بوليان. ممكن انه مثلا دخل اي اي سيستم مثلا انه بكاملة وتقرا مثلا العملة، خاصة اذا كانت ورقية، حتى او حتى اذا عملة كوين مثلا معدنية، انه هاي ايش قد قيمتها. اكو كومة افكار ممكن انا شلون اخلي الفندنج ماشين تتعرف على العمله مالتي هي من اي فئه، اوكي، او ايش قد ثمنها. لكن احنا كفكره بسيطه انه خلص راح اعمل كابولين. اذا مثلا كانت تساوي 1 معناتها انه مثلا هاي النيكل ان تساوي 1 معناتها انه مدخل 5 دينار مثلا، واذا تساوي 0 معناتها ما مدخله. بس كفكره بسيطه حتى اشتغل على السيستم مالتي واوصل ما يمكن اوصل الفكره، اوكي. عندي كذلك الكاندي اوت والنيكل اوت والدايم اوت، هما من نوع الاوتبوت، اوكي. فا اوت هو من نوع STT logic، لا انسى اخر واحد ما بيها السيمي كولن، اوكي، راسا القوس مال البورت ومن ثم سيمي كولن نهائيه. اند ممكن اكتب اند الانتيتي او اكتب الاسم مالتها للانتيتي مالتي. انت دكتور ايش راح يكون؟ سميتوها مثلا FSM، ممكن اسميها behavioral، عاده نسميها هكذا لانه هي راح هوني راح اكتب لوك هذا السيستم مالتي. of منو of the entity اللي هي ايش مسميتها vending machine is. ايش راح يكون؟ راح يكون عندي اول شيء راح اعرف الستيتس مالتي، ف تايب، لانه انا ما اكو data type خاصه بالستيت، فانا راح اجي اصنع data type خاصه بيها، فاكتب كلمه type من ثم التسميه اللي انا قاعد اسميها لهذا data type الجديده انا دبني. عاده دائما نسميها state، فهي ما كلمه مفتاحيه لما اجي اطبقها بال ISD مثلا، لكن انه احنا راح نثبتها، اوكي. is بين قوسين راح اعرف كل الستيتس اللي عندي اللي هي 10 ستيت من 0-5 الى اخره الى 45. راح اعرف كذلك السيجنال البريزنت ستيت والنكست ستيت، هما من نوع هاي الستيت اللي انا نفسه اللي عرفته، لانه هما راح يشيرون الى قيمه الستيت القادمه او الحالي. هون عندنا اتريبيوت اوبشنال، اوكي، بس راح اقراها. اتريبيوت اي نمبر انكودينج راح يكون من نوع string، و attribute a number encoding of state راح يكون type is sequential. هسا راح نبلش بال architecture مالتنا. راح يكون عندنا اكيد بداية begin، تمام. راح نشتغل على lower section لل FSM. راح يكون عندنا ال process راح تعمل على reset وال clock، فاكيد بعد ال process لا انسى احط ال begin، اوكي. راح يكون عندنا f reset يساوي 1، فمعناته then ايش راح يصير ل present state؟ راح ترجع على ال state 0 مثل ما حطينا هوني بالدياجرام. راح يكون عندنا الريست لما تساوي 1 راح نرجع على الستيت 0 وين ما كنتوا اكون، راح ارجع على الستيت 0. بعد ايش راح يكون عندي؟ فالبريزنت ستيت راح تكون تساوي ال ستيت 0. else if اذا ما كانت الريست تساوي 1، فبالتالي معناته انا راح اشتغل حسب لوك، معناته ريست تساوي 0، فاشتغل حسب الكلوك اطلع الاوتبوت. فمع مثلا اختار الحافه الصاعده او النازله حتى اطلع الكلوك، او عفوا حتى اطلع الاوتبوت. راح يكون عندي كلوك ايفنت اند كلوك يساوي 1، هاي ثابته، اوكي. ذين ايش راح يصير بالبريزنت ستيت؟ حط لي النكست ستيت، فبالتالي مع كل كلوك راح يجي مع كل الحافه الصاعده للكلوك راح يطلع لي النكست ستيت يحطها بالبريزنت ستيت. اكيد اند للاف، ما دام ثاني else if كانت ملتصقة فما يحتاج انه اسده، فقط end لإف واحدة اللي هي هاي. لو هذه عملتوها else space فاصلة فراغ من ثم حطيت الاف، اكيد هاي لازم اسده من النهاية. end للبروسس، ماشي، لازم اسده. فالبروسس مثل الarchitecture مثل الانتيتي، بها الانتيتي ما بها begin، لكن انه بها end. الarchitecture بها begin ومن ثم end للarchitecture. كذلك نفس الحالة process عندي begin ومن ثم end.
هسه نجي نشتغل على الابر سكشن للاف اس ام. وبدايه راح ادخل البروسيس، راح احط بين الاقواس. دائما احنا بالبروسيس ايش احط بين الاقواس مالتها اللي هي سنسيتيفيتي ليست، اشنو هي المتغيرات او الانبوتس اللي راح تاثر لي على الاوتبوت كلها راح احطها. فاكيد عندي البريزنت ستيت، عندي نيكل ان والدايم ان والكوارتر ان، بيجن لا انساها. كيس في هاي الحاله، هاي الكيس على ايش راح تشتغل؟ على البريزنت ستيت. فإذا كانت وين تساوي أو تكون بحالة state 0، هسا رح نشتغل على كل العشرة state كلها، رح أغطي كل الاحتمالات مالتها. فلما أكون بالstate 0 إيش رح يؤدي لي هذا؟ أول شيء خلينا نحط ال FSM مالتنا. طيب فلما أنا أكون بالstate 0 case the present state هي أول شيء وين state 0، إيش رح يكون عندي؟ أول شيء candy out يساوي صفر، candy out يساوي صفر، كذلك ما عندي اي change، فبالتالي النيكل اوت يساوي صفر والدايم اوت يساوي صفر. طيب هسه راح اغطي حالات انه اشن انتقل من هاي ستيت الى الستيت اللي بعده. فانا اجي اشوف للدايجرام عندي كم حاله. مره اذا دخل 5 راح اروح الى الستيت 5، اذا دخل 10 راح اروح للستيت 10، واذا دخل 25 راح اروح للستيت 25. اكو غير حالات؟ لا، معناته عندي ثلاث شروط. راح اقول انه اف النيكل ان دخل معناتها 5، then the next state راح تساوي state 5. else if أشوف أنه ملتصقة، dime in معناتها أنه إيش دخل؟ دخل 10، فرح أروح إلى state 10، فبالتالي dime in مدام بين قوسين معناتها if تحقق هذا الشيء بين القوسين يساوي 1، أوكي؟ معناتها true، معناتها أنه تحقق، فبالتالي رح أعمل كذا، وإلا ما تحقق فمعناتها رح أشوف أو أشيك على الحالة الثانية اللي هي dime in، فبالتالي then the next state راح تساوي لي state 10. else if انه راح يكون عندي الكوارتر، هنا نمسحها ما تكون معلمة، else if فقط اذا كان الكوارتر in، فبالتالي ايش راح يكون عندي next state راح تساوي لي ال 25، في state 25. else ايش راح يكون عندي؟ the next state هي راح تبقى انه state 0، باعتبار انه ولا وحدة من هذولي الادخالات دخلت لي، فبالتالي انا المفروض اظل بالستيت 0، فهي حالة هم لازم اغطيها. فراح يكون else فقط، وإلا اذا ما تحققت ولا وحدة من هذه الثلاث حالات الا المشتري ما دخل اي شيء ومعناته ما اكون مشتري، فبالتالي انا راح اظل بالستيت 0. فالنكس ستيت هي راح تبقى الستيت 0، اكيد راح اسكر الاف مالتي، فان للاف. راح انتقل على الستيت اللي بعده اللي هي وين الستيت منو التالية، هي الخمسة. فايش يكون عندي بالستيت 5؟ الكاندي اوت يساوي صفر، فبالتالي اقل الكاندي اوت يساوي صفر، النيكل اوت يساوي صفر، والدايم اوت يساوي صفر، لانه يعني انا اساسا المبلغ اللي المشتري حطه ما يكفي لاي ايتم من هذول الايتمز اللي انا مقدمتهم او عرضتهم بالفندنج ماشين مالتي، فبالتالي اساسا لا اكو اوتبوت ولا اكو حتى تشينج يرجع له. طيب ايش عندي؟ اف النيكل ان يساوي النيكل ان، اذا انا كنت بستيت 5 ودخل 5، فبالتالي راح يكون نيكست ستيت راح تساوي الى الستيت 10. انا عندي 5 او انا بستيت اللي هي عندي مبلغ من المال فقط بالبيندينج ماشين 5، دخلت 5 تلخ، فبالتالي راح اروح الى انه صار عندي 10 هسه كرصيد. طيب else if انا دخلت 10، فبالتالي راح انتقل الى اي ستيت؟ فصلنا بستيت 15، اوكي. انا كنت بالستيت 5 واخذت 10، فاكيد راح اصير نيكست ستيت تساوي ستيت 15. else if quarter in دخلنا 25 وانا بالخمسة، فبالتالي راح اكون باي state؟ بالstate 30. next state يساوي state 30. else انا ما دخل لي اي شيء، عفوا، فانا اكون بستيت 5 وما دخل لي اي شيء، فبالتالي انا راح ابقى مكاني. فelse اذا ما تحققت هاي الشروط، ما دخل اي عملة من العمل اللي عندي، راح يكون عندي next state يساوي state 5، اكيد end للf مالتي. راح انتقل بعدها الى الستيت الاخرى اللي هي ستيت 10، فاكون بالستيت 10 هوني. فالكاندي اوت يساوي صفر، التشينج كذلك النيكل اوت والدايم اوت كذلك راح يساوي لي صفر. اذا دخل لي نيكل ان فانا بالستيت 10 قلنا راح يدخل لي 5، فبالتالي راح انتقل الى then النيكست ستيت راح يساوي ستيت 15. else if انا اذا كنت بالستيت 10 دخل لي 10 اللي هي هون، رح انتقل الى state 20، فthen next state تساوي state 20. و else if اذا دخل لي quarter in، فبالتالي دخل لي 25 دينار مثلا وانا بالعشرة، فرح يكون عندي then next state تساوي لي state 35، وإلا معناته ما دخل لي اي عملة، فرح يكون عندي next state تبقى بالstate 10، اكيد end للf. على نفس الحالة رح اكمل لما اكون بالstate 15، راح يكون الكاندي اوت عندي يساوي صفر، والنيكل اوت يساوي صفر، والدايم اوت يساوي صفر، باعتبار انا ما عندي اي تشينج.
إذا كان النيكل إن إذا دخل لي 5 وأنا كنت بال15 فرح أنتقل إلى ال20، فبالتالي النيكس ستيت تساوي لي الستيت 20، وإلا إذا دخل لي 10 فبالتالي رح يكون عندي النيكس ستيت تساوي 25 أنا بال15، ودخل لي 10 فبالتالي رح أنتقل إلى 25، وإلا إذا دخل لي 25 أوكي فأنا بال15، دخل لي 25 رح أنتقل إلى then النيكس ستيت تساوي ستيت 40، وإلا معناته ما دخل لي أي شيء، فبالتالي next state رح أبقى بالstate مالتي اللي هي الـ 15 end F. رح أكمل وين لما أكون بالstate 20 الـ candy out يساوي صفر، الـ nickel out يساوي صفر، والـ dime out يساوي صفر، لا عندي لا منتج ولا عندي ترجيع. طيب بالبعد إيش رح يكون عندي لو دخلته أنا كنت بالstate 20 ودخل لي الـ nickel، فرح يكون دخل لي مثلا 5 دينار، فرح أنتقل إلى الـ 25، فـ F nickel in then رح يكون عندي next in تساوي ال state 25، أو عفواً ال next state رح يساوي عندي ال state 25، else if إذا دخل لي 10 فرح يكون عندي أنا أكون انتقلت إلى 30، أنا عندي بالـ20 ودخل لي 10 رح يكون انتقلت إلى 30، أوكي؟ ورح يكون عندي هي أنا هذا السهم، ورح يكون عندي إذا دخل لي 25 فبالتالي أنا then the next state يساوي ال 45، ماشي؟ هاي كوارتر أنا كنت بالـ20 ودخل لي 25 فبالتالي رح أنتقل إلى 45، وإلا إذا ما دخل لي أي عملة أخرى فرح يكون الستيت أو نيكس ستيت رح تكون إيش ستيت 20، رح أبقى بنفس مكاني، وأكيد لا أنسى أسكر الإف مالتي. شوفوا إنه أنا لأن مرة واحدة كاتبة إف فمرة واحدة أسكرها، وكل اللي بالوسط هما إلس إف ملتصقة، لو كان فصلتهم كان كل واحدة منهم لازم أسدها، أوكي؟ رح يكون عندي بالـ25 الستيت 25 اللي هي هاي. هسا هاي أول مرة رح يطلع لنا منتج، فرح يكون عندي وين الستيت 25 أشي رح يساوي الكاندي أوت رح يساوي 1، رح يطلع لي منتج أنا مثلا منتج اخترته النيكل أوت واللايم أوت رح يساوي 0، لأن أنا ما عندي أي تشينج، أنا أقل آيتم سعره هو 25 دينار مثلا. أش رح يكون عندي بما أنه أنا طلع لي أوتبوت فبالتالي لازم أرجع، ففورا لازم أعطيه النيكس ستيت تساوي لي الستيت 0. طيب ايش راح يكون عندي بعده لما اكون بالستيت منو ستيت 30 اللي هي هوني، اوكي؟ ايش راح يكون عندي كذلك الكاندي اوت يساوي 1، عندي منتج، عندي النيكل اوت يساوي 1 لان انا عندي كعمله ماشي اما 5 اما 10 اما 25، فهي ال 30 ايش شلون تكونت ماشي، راح يكون عندي اما من 25 بلس 5 وخلاص، يعني أكيد ما رح أحط 10 وإذا الخمسات أو أكثر من 10، أوكي؟ أنا أخذت فقط هاي الاحتمالية اللي هي بالواقع ممكن تصير، بس هي بهذا السؤال مغطي فقط هاي الاحتماليات البسيطة. فالكاندي أوت قلنا يساوي 1، النيكل أوت رح يساوي 1، الدايم أوت أكيد هو مثل ما قلنا بالستيت 30 واشترى المنتج مثلا اللي هو سعره 25، فبالتالي رح يكون عندي هو دخل 30 هو شاري شيء ب 25، فأكيد رح نرجع له 5 الباقيين، فالنيكل أوت هو اللي يساوي 1، والدايم اللي هي 10 أكيد ما رح يطلع عليه شيء فصفر. النيكس ستيت من رح تكون كذلك بما أنه حط رصيد حط فلوس واشترى فد منتج يعني استهلك هذا الرصيد، فبالتالي أنا كذلك رح أرجع إلى الستيت 0. طيب إيش عندي لما يكون بال 35 كذلك الكاندي أوت رح يساوي 1، النيكل أوت يساوي 0، لكن الدايم أوت ايش راح يساوي؟ راح يساوي 1 على اساس انا مثلا كنت حطيته عشان جمعته على 35، هي من 25 بلس 10 مثلا كنت حطيته، يعني كنت حطيته فلوس او كوين من فئه ال 25 وال 10، فبالتالي انا اشتريته بال 25، معناته هذا السؤال اي يشتغل على اساس انه مثلا انه حسب هو هاي الشروط اللي كنت اغنيه، مثلا انه كل الايتمز اللي عندي حقها 25 مثلا، بس انا هون كنت بدي اشتري ابو ال 25 بس كنت دخلت شيء اغلى، مثلا ما عندي مثلا ابو ال 25 او انه دخلت وطلع انه مثلا غلط، فاكيد راح يرجع لي الشيء الزياده. راح يكون عندي بال 25 ان كان دي اوت يساوي 1، النيكل اوت يساوي 0، والدايم اوت قلنا يساوي 1، والنيكس ستيت اكيد بما انه استهلكت هذا الرصيد انا كنت حطيته استهلكت هذا المال بشراء فد ايتم، فراح يكون عندي اكيد انا ارجع الى الستيت 0. عندي الستيت 40، فلما يكون وين ستيت 40 فايش يؤدي هذا الى انه الكاندي اوت يساوي 0، اول شيء رجع له النيكل اوت رجع لي 5 حتى رجعني ال 35 على ستيت 35 حتى وقتها اطلع المنتج. الدايم اوت كذلك رح يساوي لي 0، والنكس ستيت هالمرة رح ارجع الى ال 35. انا بالضبط عدت ترجم هذا الدايجرام الاف اس ام دايجرام الى الكود، اوكي؟
فبالأربعين اللي كان عندي out يساوي صفر، راح يكون عندي فقط نيكل out، ما راح يكون عندي دايم out، فالنيكل out يساوي واحد والدايم out يساوي صفر، وراح أرجع إلى أي next سهم وين أشتري إلى state 35. الستيت الأخيرة اللي هي لما تكون عندي ستيت 45، فهون راح يكون الكاندي أوت هم يساوي صفر مؤشر عندي، الإن أوت اللي هو نيكل أوت ما حاطه، فبالتالي أكيد راح يساوي صفر، لكن داي أوت إيش راح يساوي لي؟ راح يساوي لي واحد، رجع لي 10، راح أرجع على ستيت 35، فبالتالي راح أقول نيكست ستيت يساوي ستيت 35. ما دام فتحتوا كيس لازم أنهيها، فتحتوا بروسس لازم أنهيها، ولازم أنهي ال أجتكتر مالتي. ممكن أكتب end للarchitecture أو end للاسم اللي أنا مسميته هو، فمسميته FSM، فرح أكتب end للFSM. طيب هسا رح ننتقل للسيميليشن على الكود مالتنا، رح نعمل له سيميليشن، وبالتالي عندي هون يعرض لي كل الأطراف المشاركة، الانبوت والاوتبوت والسيجنالز كذلك. فرح نشوف هون I معناها الانبوت، هون عندنا السيجنال اللي هي present state، وعندنا طرف الاوتبوت اللي هو ثلاثة، المنتج والترجع اللي هو change. فبالبداية كان عطى للريست عطاها واحد، فبالتالي أكيد راح أكون بالستيت زيرو. هون طبعا يعرضنا أرقام بالدسمال على أساس أنه إحنا كل ستيت عطيناها بالدسمال قيمة اللي هي هاي. ستيت زيرو مثلا بالدسمال هي زيرو، الستيت ون أو اللي هي ستيت فايف نسميها راح تكون عندنا دسمال ون، وهكذا. طيب إيش راح يكون عندنا؟ راح يكون قلنا بما انه ريست عطاها واحد، فبالتالي راح يكون بالستيت زيرو، وراح يكون كل القيم تساوي صفر. طبعا عندنا الكلوك بتردد معين على تشتغل. طيب هسا بما انه الريست ساوت تساوي صفر، فبالتالي انا هشتغل وفقا للادخالات اللي راح تكون عندي، وراح اطلع الاوتبوت وفقا للكلوك. ايش راح يكون عندي؟ هون هم ما كان طعى شيء بالبدايه، بعدين الكلوك اللي بعدها ما طعى شيء، هون كان عطى جاني زبون طعى النيكل، فبالتالي طعاني مثلا 5 دينار. فأنا إيش راح أنتقل؟ راح أنتقل إلى الستيت 5، فراح يكون عندي بالدسمال 1. بعد إيش جاء عطى؟ جاني إنه مثلاً عطاني إيش الدايم، فبالتالي إيش راح تكون 5 و10، حتكون أنتقل إلى ستيت 3 على أساس إنه صار عندي أو أكون هسة بالستيت 15، فإس 15. طيب إيش راح يكون عندي مثلاً؟ طاعة بعد بالكلوك طاعة الكوارتر، فالخمستاعش مع 25 راح أنتقل إلى الستيت 8 اللي هي الستيت 40. ماشي، راح يكون هون عندي اوتبوت، فبالتالي راح يكون على الكاندي اوت راح يساوي واحد، راح يكون عندي ترجيع نيكل اوت، وراح يكون عندي الدايم اوت. ليش طعاني ترجيع ورجع اشوف الستيت انه صارت 7؟ باعتبار احنا قلنا من اكون بال40 راح يرجع 5، فراح ارجع الى ال35، فال35 هي بالدسمال 7. راح يكون عندي بعدها راح يطلع لي الكاندي اوت، وراح يكون عندي النيكل اوت كان رجعه، وممكن كذلك يرجع لي من الستيت 35 الى انه يرجع على الستيت 0، راح يرجع لي ال10، فهي الدايم اوت راح يساوي 1. رجعنا الى الستيت 0، وهكذا انه راح ارجع ممكن اعطي قيم اخرى للمال، وراح اشوف انا عشان راح ينتقل بين الستيتس اللي عندي. الاحظ فقط عندي مشكله اللي هي طلعت هاي الكلتش اللي هي في زمن ما راح يساوي 1، اوكي، اللي هي يوم انا كنت بالستيت 8 اللي هي ستيت 40، انا راح ارجع الى الستيت 35، فبالتالي رجعت نيكل اوت. الداي اوت ايش راح تساوي؟ المفروض صفر، هو كان صار عندنا كلاش. فمشكله هاك اللي جزء كلش بسيط من الزمن انه يطلع لي واحد ويرجع على الصفر. هون يحكي لنا عليه هاي المشكله، يقول one important aspects of this diagram او of this design عفوا is that the outputs generated by combinational circuits، فبالتالي يعتمد كذلك على الجوزن أي الكت اللي عدا أشتغل عليه. فهو قال لي CBLD أو FPGA. CBLD اللي هو مختصر Complex Programmable Logic Device، فهو أحد الكتات إحنا نتعامل مع FPGA، فحسب أنه أي واحد ما راح أتعامل معهم هذا الكلاش راح يعتمد، وكذلك على Particular Routing Inside That Device. راح ممكن تصير عندي هاي المشكلة جزء كلش بسيط من الزمن، لكن أشنو هذا يقول R subject يؤديه إلى الكلاتشز. إحنا هوني بأي سيستم معين ممكن أقول يلا ما مشكلة ما فد هذاك ما راح تأثر لي شيء، لكن ما دام since in this type of application اللي هي تعتمد على المال، هاي الكلاتشز ما راح تكون are definitely not acceptable، أبدا ما راح تكون مقبولة، لأن أنا كل شيء معتمد مثلا على المال بهذا السيستم أنا ما ممكن أتقبل هاي الكلاتش، أوكي؟ فال optional output section seen in the FSM template must be included
لازم انه انا اغير شوي تعديلات على الكود مالتي حتى انا اتاكد انه ما يصير عندي اي كلتش بالسيستم مالتي، لانه انا قاعده اتعامل مع عمال ماشي، فبالتالي ممكن انه ياخذ فلوس زياده والعميل اكيد ما راح يتقبل، فبالتالي السيستم مالتي ما راح انه يكون ما حدا راح يتقبله. طيب وضحنا الفرق بين السيستم الجديد اللي راح يحط بيه الكود، يغير بالكود حتى يعالج هاي المشكلة، والسيستم القديم راح يحط الناتج هالمرة بمتغيرات جديدة اللي هي new candy out و new nickel out و new dime out، يقول which are obviously one clock cycle behind the original output. راح نشوف انه راح اضحي بديلي كلوك واحدة بس على اساس انه اتخلص من هذا الكلتش. The delay would be one half of a clock cycle، زي ما clock كاملة نصف clock راح أضحي بها if the negative clock edge were employed. راح أجي أشوف الكود إنه الطرف ال output section of the FSM بال lower، أوكي اللي هو راح يكون هوني بال lower section لل FSM، إيش راح أحط حتى أتأكد إنه ما يصير عندي أي glitch. راح يكون عندي the process reset و clock تعتمد على sensitivity list مالتها هي reset و clock. begin راح يكون if reset يساوي واحد then راح اتأكد انه كل الoutput راح ما بس اقول انا راح اكون هسه بالstate 0 ماشي، واعتمد انه يرجع على state 0 وشيك انه هي اشنو الoutput مالتها رأسا مباشرة هون راح احط الoutput، فراح يكون عندي new candy out يساوي 0، new nickel out يساوي 0، والnew dime out يساوي 0. كل الoutput اتأكدت انا حطيته لهم انه هون يساوي 0. طيب بالبعد ايش راح يكون عندي else if، ما دام انا راح امشي مع الكلوك فاريد فقط مع الكلوك الحافة الصاعدة الكلوك event and clock يساوي واحد، then ايش راح يشتغل هون راح يطلع لي الاوتبوت، فنيو كاندي اوت راح يساوي لي كاندي اوت راح يطلعه من الستيت ماشي، نيو نيكل اوت راح يكون هم النيكل اوت اللي راح يطلع لي من الستيت اللي انا راح اكون بيها حسب اي حالة، والنيو دايم اوت راح يساوي لي الدايم اوت. ارجع هوني على اللي كتبناه بالبداية انه فقط حطيتو له اي استيت، وانت شوف هناك واح على هاي الاستيت اللي انت بيها راح تكون present state هي 0 في حال انه عندي reset، او راح تكون next state وراح ينتقل هوني الى ال upper section اللي راح يكون يلف على اي state بيها يكون ماشي، ويشوف لي الاوتبوت ومن ثم يطلعه. فانا ما اريد هكذا، انا اريد اشغله انه اتاكد القيم اللي ما دام بعتمد بيها السيستم مالتي على المال، فالاوتبوت كله راح احطه هوني اما صفر حالة الريست، او راح احط ايش تساوي لي، تساوي لي القيمة راح تطلع لي وقتها من الستيت راح احطها بهذا الطرف. اوكي فاتاكد انه الغي الكلتش، فاكيد انه اند للاف واند للبروسس. راح اجي اشوف السيميليشن مرة ثانية، هذا القديم وهذا الجديد، اشوف انه تخلصته من الكلتش اللي طلع لي هوني ما طلع لي هوني، بس اشنو الاحظ انه مثلا المفروض هاي مثلا تطلع بكلوك انه مثلا الكلوك رقم مثلا خلينا نقول رقم 7، هوني طلعت ما بالسبعة بعدها بنصف تأخير، اوكي نصف كلوك تأخير، فهذا اللي نيو اوتبوت. هوني ديلي كلوك واحدة او نصف كلوك باعتبار انه الكلوك مكونة من حافة نازلة وحافة صاعدة، المهم انه صار عندي تأخير مثلا بالكثير ديلي ديلي بكلوك واحدة ما اكو اي مشكلة، المهم انا اكون خلصت من هذا الكلتش حتى ما يطلع لي على طرف الاوتبوت اي مشاكل، خاصة لانه السيستم مالتي هيتعامل مع المال. فاشوف انا لما كنت انتقل من الستيت 8 الى الستيت 7 اللي هي من 40 الى 35 اكيد راح ارجع الايش النيكل اوت، فانا ما اريد يطلع لي اي دايم اوت، ما اريد ارجع لي هو، فهوني اشوف فقط بعد ما صلحته او اشتغلت على هاي النقطه راح يكون عندي النيكل اوت نيو راح يطلع لي وحده، الدايم ما راح يطلع لي اي شيء، ما راح يكون اي بي اي مشكله انه يطلع لي ولو لجزء من الزمن. وبعدها يكون انتقلت الى ستيت 7، فبالتالي هون راح اعطي الاوتبوت مالتي وراح اعطي ايش اعتبار انا 35 همين راح ارجع باقي، فراح ارجع دايم اوت فراح يكون هو الوحيد يساوي 1. هون يحكيني انه بعد ما ضحيت بكلوك واحده كتاخير وما اكو اي مشكله مقارنه بالنتائج اللي حصلتوها، او مقارنه بانه كان ما اريد اضحي بكلوك بس راح اخسر شيء انه راح يطلع لي هذا الكلتش، ف نو ترانزينت فولت هابنز ما راح يطلع لي اي مشكله او اي خطا، فبالتالي انا السيستم مالتي راح يشتغل بشكل سليم. هكذا يكون اخلص الليكتشر 5.